ماذا عساي أن أقول؟ أننا اليوم ورقة من أوراق شجرة الرواد وشجرة رجال الفن والثقافة تسقط مرة أخرى بعد رحيل وفد كبير من الفنانين. نودع اليوم الفنان المحترم العزيز والمحبوب عند الجماهير المغربية سي عبد الطيف هلال الوجه السينمائي والوجه التلفزيوني الذي حبه الجميع، وكان لنا موعد معه في شهر مارس على لقاء صحفي لتكريمه، ولكن للأسف شديد ماذا عسانا أن نقول مرة أخرى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. دائما أقول، لا أقول هرم من الأهرامات، وإنما أقول جبل من جبال أطلس نفتخر نحن كمغاربة. ضعنا في واحد شخصية لمحبوبة كما سبق الذكر، محبوبة عند الجماهير المغربية. وهذا اليوم احنا في مستشفى ديال جرادة كنودعوه الوداع الأخير. الله يرحم السي عبد الطيف واللي باقي بصحيحته، الله يطول لنا في عمره وبالشفاء العاجل للسي محمد المهيول بهذه المناسبة، ونتمنوا له الشفاء يا ربي. وخلينا هاد السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم راه فقدنا فيها شي ناس للأسف شديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام أننا اليوم فقدنا أحد رواد الفن المغربي اللي هو كان تبارك الله من أحد الأعمدة. تلقينا هذا الخبر بصدمة كبيرة، لأننا كنا من الرواد اللي قررنا أننا نكرموه، ولكن شاءت الأقدار أن تأخذه منا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وراه خلى واحد 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 الفراغ في الساحة الفنية، وخلى أثر كبير وحزن عميق في قلوب المغاربة أجمعين. أخي اللقاء معها كنا أننا تصلنا به باش نعملوا معه واحد التكريم، لأننا كيف سبق لنا أننا كنديروا التفاتة للرواد ديالنا، وكان من ضمن الرواد اللي مقررين أننا نديروا نعملوا له التكريم، فكنا فقط غير كنتظروا أنه يشفيه الله، ولكن أصيب بوعكة صحية كما ترون، والآن نتلقاو خبر فقدانه. وراه ترك فراغ كبير في الساحة الفنية، لأنه فعلا كان إنسان خلوق وما كانش كيرد أي إنسان احتاجه ولو غير بابتسامة، ما كانش كيردها فيه لأنه كان إنسان بشوش وخدوم. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا للعائلة الكبيرة ديالو ولا للعائلة الصغيرة ديالو ولا للعائلة الكبيرة. باسمي وباسم جميع الفنانين كنقول لهم الله يصبركم والله يرحمه والله يصبرنا كاملين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. هذا أول وآخر كلمة اللي غنقول لها فهاد الأخ الصديق للمكابة ديال 52 عام وزيادة، لا فيها إخراج سينما مسرح جوالات، ما كانش الإنسان مسكين كيدير إلا أول عمل إلا ويستشر معايا. طبيعة الحال حق الكلمة اللي غنقولها فيه، الله يولي برحمة الله الأعمال ديالو ولا الحسنات ديالو ولا داكشي اللي كيدير معايا اللي الحمد لله. واحد النداء اللي باغي نقول بكافة الطاقم كله ديال السينما ولا المسرح، تنطلب منهم يتلحموا على كلمة واحدة، كيف ما كان عبد اللطيف هلال والمرافقة ديال بينهم من أعضاء الناس منهم الخلفي الله يزيد في عمره ولا جميع، كان يتلحموا على هذه النقطة اللي كاينة، وهو ما يجتمعوا حاجة واحدة يتلحموا كما كانوا الناس ديال الرباط، وباقي الحمد لله يتلحموا على كلمة واحدة، على فن واحد، على سيناريو واحد، وما يكونش شي واحد حقد عليه شي واحد، لأن احنا اليوم احنا فقدنا واحد البارحة نفقدوا جوج ولكن هما غاديين. إنما نطلب من الله تعالى يزيدوا في هذه المسيرة ديال الفن باش يولوا حتى الأجين برا المغرب. راه تبارك الله راه ماشي ساهل في الفن، حاجة واحدة خصو يزيد القدام، وحيد علو الحسد، حيد علو النميمة، حيد علو المغتال، حيد علو كل شيء، ونعيشوا تعيشوا عند المسيرة الفنية كما قلت لهم. أنا نهار اللي ألفنا نداء الحسن أنا وفتح الله المعاري وعبد الله عصامي في 75، قلت لهم شوف الحمد لله وشكر الله، شوف العطاء الفني المغربي عندنا باهظ، ولكن خصنا حتى حنا نتعاونوا مع المخرجين، نتعاونوا مع الاعضاء ديالنا، ما نحسدوش بعضينا، هذا خدمه تاع فنان نعاونوه واخا خطا نزيدوه ليه. انما ما غنساوش الموضوع، اهم موضوع هو الاخ والصديق اللي فقدته انا
ماشي قصه الساحه الفنيه، خاصه الساحه الفنيه ما غيتعايشوش معايا فحالي انايا ولو في الفن ولو في السينما ولا المسرح، انما كان اخ وكان واحد بالنسبه لي في الليل 12 2 الليل 3 تيعيط لي مسكين. البارح مشيت شفت احمد حيدر المخرج ديالنا الله يوليه الله يشافيه في كلينيك ديال انفان، كنت عنده البارح شفتو درت ليه فحال هكذايا مسكين بقى كيبكي قال لي انت ديما هكا مع اي، قال لي راك خونا اليوم في الصباح البارح في الليل عيط ليه هيلين او مسكين عين قلت له مالك شويه قال لي الحمد لله ولكن كان صابور هلال عبد الطيف كما كيصبر على الاداء الفني ديالو. عبد الطيف هلال هذا قدوه لمن خاص هاد الناس هاد اهل الفن بصح نيت يتبعوا داك البقايا اللي بقى ديال عبد الطيف من الفن، لان كان غيور جدا على اي فنان واخا مبتدئ تيوريه كيعاطف عليه كيجيب اللي انا اللي كيبقيني فيه كيكون شي سيناريو شي كيجي عندي للدار في الليل اولا في الصباح اي وقت تاعين عاف كاين واحد سيناريو جهر لك تاتين كيقول لي مسكين هذاك ما خدامش ولا الاخر ما خدامش هذا ما خدامش راه نعيط وهو كيهش واحد النداء بغيت نوصلوا للناس المخرجين اللي ما كانوش عارفينها الا عبد الطيف مني كان تيكون شي سيناريو واش كيدير تي هو كيطلب المخرجين على واحد مبتدئ يخدموه. شوف الناس الا ديروا تيعرفوني انا اخوه انا صديق ديالو انا كل شيء ما غاديش نقول من العزاء راه عارفيني باني انا يمكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر كلام الله يولي برحمة الله وتتمنى من الله تعالى هذا النداء يوصل لجميع أي واحد والله تعالى وأحسن وأبقى إن لله وإلي رجعون. والحمد لله تنعتزوا بحاجة واحدة باش حنا مواكبين باش حنا مسايرين باش حنا بصح تنزيدوا القيادة الحكيمة دي محمد السادس نصره الله.